دولة كل اللي فيها مليارديرات، حرفيا هناك مفيش حد معاه اقل من المليار. لو رحت هناك عادي جدا ومن الطبيعي انك تلاقي الفلوس مرميه في الارض في كل حته، انك تلاقي اطفال بيلعبوا بالفلوس وعاملين بيها طيارات ورق. طبعا انت زمانك بتقول لي دلني بسرعه على الدوله دي، عايزين بقى نطلع من الفقر ونلعب بالفلوس لعب زي الناس اللي بتلعب دي. لكن هصدمك واقول لك ان الدوله دي رغم كل الفلوس دي بتمر باسوا ظروف في العالم، ومفيش دوله ابدا مرت بظروف اسوا منها. الدوله دي هي فنزويلا. فنزويلا احد دول امريكا الجنوبيه واللي فلوس فيها ما بقاش ليها اي قيمه بسبب التضخم، ووصل فيها الحال لاسوأ ما يكون. انت هناك هتبقى ملياردير فعلا، بس ملياردير بلا هدف، معاك فلوس بس ملهاش قيمه. ده رغم ان الدوله دي كانت من اكتر الدول المتطوره، وكان فيها اعلى احتياطي نفط في العالم، وكانت الناس بتسافر من كل دول اوروبا لفنزويلا من كتر ما هي كانت متطوره وجميله وفيها فلوس. لكن دايما الاداره السيئه بتبوظ الدنيا. حاليا كوبايه القهوه في فنزويلا ب 2 مليون بوليفار، والفرخه الواحده ب 4 مليون بوليفار. وعشان تشتري حاجات البيت هتحتاج مش اقل من 80 مليون بوليفار، هتنزل السوق ب 80 مليون. القصه بدات مع تولي الرئيس تشافيز اللي دمر البلد تدمير كلي لكن على المدى البعيد. كان عندهم اعلى احتياطي نفط في العالم ودوله فيها بترول كتير جدا، فالرئيس تشافيز ده قال لك انا مش عايز اعتمد على اي حاجه في الدنيا غير البترول، وقف بقى التجاره والصناعه والتصدير، مش عايز اي حاجه غير البترول، وبقت الدوله كلها قايمه على بيع البترول. ودي كانت اول غلطه هدمت الدوله على المدى البعيد، لان مفيش دوله بتقوم على حاجه واحده. تشافيز ما وقفش في تدميره للدوله عند الحد ده بس، لا ده عمل حاجات اكبر من كده بكتير. كان لما بيجي ينزل انتخابات بيطبع فلوس عشان يدي للفقراء عشان ينتخبوه، وبكده الفقراء طبعا هيحبوه هينتخبوه، لكن الدوله بتتدمر داخليا لان في فلوس بتتطبع وفي نفس الوقت مفيش انتاج، فالدوله هيحصل فيها تضخم، وده اللي حصل فعلا. الدوله اتدمرت حرفيا، لكن الموضوع زاد اكتر لما الرئيس تشافيز ده مات وجا الرئيس اللي بعده نيكولاس مادورو، واللي على حظه سعر النفط قل في العالم، وهم دوله زي ما قلت لك بيعتمدوا على البترول بس. فحصلت ازمه اقتصاديه في فنزويلا لدرجه ان هم قعدوا في 2017 شهر بدون كهرباء، الدوله كامله ما فيهاش كهرباء لمده شهر، كل حاجه في الدوله حرفيا متعطله، وبقى عندهم ازمه في الطاقه والبترول. انتشرت بقى الفوضى والجرائم والعصابات، والدوله وقعت حرفيا، ووصلوا ان الدولار الواحد بقى باكتر من 2 مليون بوليفار، يعني انت لو معاك 1000 دولار بكتير جدا من العمله بتاعتهم. وحاليا فنزويلا بتعيش اسوأ ظروف مرت بيها، وفي ناس كتير جدا دلوقتي بتهاجر منها لان الدوله بقت حرفيا خراب، وده اخره الاداره الخاطئه. انا هكلمك بقى عن حاجه مهمه جدا طلعت بيها من الموضوع ده. موضوع الاداره الخاطئه ده لاي مشروع في حياتك، لاي قصه انت داخل عليها في حياتك، ممكن تودي الموضوع للفشل. مهما كان دلوقتي ناجح، لو ادارته اداره خاطئه هيروح بيك للفشل. وعندك قصه فنزويلا اللي كانت من اهم الدول زي ما بقول لك، وكان عندهم اعلى احتياطي نفط في العالم، لما الاداره كانت خاطئه مع الوقت الدوله سقطت، ولسه هنشوف الايام الجايه مخبيه لنا ايه. لو حابين ان انا اعمل فيديوهات طويله على اليوتيوب يا ريت تدعموني بلايك وسبسكرايب وكومنت، واكيد لو لقيت دعم منكم هنزل حلقات كتير جدا، واشوفكم على خير في حلقه جديده قريب جدا.